وسعتها في القطاع السياحي وعودة السياحة بشكل تدريجي وما تحقيق الانتصارات على أرض الواقع، بدأنا بجملة من الدورات التدريبية لرفض القطاع السياحي باليد العاملة واليد المدربة واليد ذات الكفاءة اللي بدها ترفض منشآتنا وفعالياتنا السياحية. دورة أدلاء السياحي تأتي في هذا الإطار. رح تبدأ الدورة اليوم، رح تستمر لمدة 6 أسابيع. الدورة رح تكون تشمل يعني مجموعة كبيرة من المحاضرات النظرية المتنوعة في المجال السياحي، في المجال الأسري، في المجال الاقتصادي، في كل المجالات المتنوعة. رح يرافقها أيضا مجموعة من الجولات في دمشق، في المنطقة الجنوبية، في المنطقة الساحلية، جولات عملية. طبعا هي الدورة كتير مهمة. نحن بسوريا بنعتمد يعني بالمنتجات السياحية على كتير منتجات، بس أهمها هي السياحة الثقافية، والدليل السياحي عليه مهام كثيرة لتقديم المعلومات الدقيقة والموثقة، إضافة إلى مهام كثيرة. فنحن اليوم يعني بإلحاح شديد من القطاع السياحي، مع الأمل بعودة العمل بمجموعات سياحية إن شاء الله، سياحة قادمة أو سياحة داخلية. فالانطلاقة الجديدة للدورة بعد انقطاع فترة بتعطي الأمل بعودة الروح والحياة إلى صناعة الصناعة السياحية. احنا اليوم في الوزارة بخطة الإحداث البنية التحتية للجودة السياحية، كان في هناك أيضا معايير لجودة تخص الأدلاء السياحيين من ناحية التعامل مع المجموعات السياحية، من ناحية طريقة الاستقبال لهذه المجموعات وعملية مرافقة هذه المجموعات، تقديم الخدمات، شرح المعالم السياحية والدينية والأسرية بالنسبة لهذه المجموعات، وأعطى تقرير مفصل للوزارة بعد انتهاء مهمة الدليل عما وجدوه أثناء مرافقة هذه المجموعات السياحية.